أهلا بكم. تظاهر عشرات آلاف الجزائريين الجمعة في شوارع العاصمة ومدن أخرى في التجمع الأسبوعي الأخير لهذا العام، مواصلين المطالبة برحيل كل رموز النظام بعد أيام من تسلم الرئيس الجديد عبد المجيد تبون مسؤولياته. وكان عدد المتظاهرين أقل من الأسابيع الفائتة، لكن هؤلاء أصروا على أن حراكهم مستمر في زخمه. ولم تطق الاحتجاجات صبرا. في الجمعة 45 والأولى بعد وفاة رئيس الأركان الفريق جايد صالح، لم ينهي احتقان الشارع انتخابات ديسمبر التي جاءت برئيس جديد، ولم تمنعها حتى الوعود التي قاطعها الرئيس المنتخب. خرج الجزائريون في مسيرات كبرى في العاصمة وولايات عدة. الوفاة المفاجأة لقائد الجيش الذي كان يصفه الحراك بالحاكم الفعلي منذ تنحي الرئيس بوتفليقة خلقت انقساما وسط المحتجين، فخرجوا رغم الحداد المعلن في الدولة. ولم تشهد المسيرة تداول عبارات مناهضة لجايد صالح كما اعتادوا في الاحتجاجات السابقة، وأبقوا على الهتافات التي تندد بالحكم العسكري وتطالب برحيل رموز النظام السابق. المتظاهرون طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين من السياسيين والناشطين الموقوفين، كما احتجوا على دعوات عبد المجيد تبون إلى الحوار والعمل على تشكيل دستور جديد للبلاد. فالحراك يرفض عودة أي من الوجوه القديمة حسب قولهم، كما يرفض دور الجيش في وصول الرئيس الجديد إلى سدة الحكم. تعاطي تبون مع الحراك ومدى استعداده للاستجابة لمطالبه يبدو أنهما مرتبطان بطبيعة الدور الذي سيؤديه الجيش والمساحة التي سيشغلها في المرحلة المقبلة. يأتي ذلك مع بيان أطلقه تبون يخص ما يحدث في الجارة الليبية وحالة القلق من تقاطعات المصالح الدولية فيها. وتماس الحدود الجزائرية الليبية له تأثيراته، الأمر الذي يكرس تفعيل دور الجزائر دوليا وتنشيطه، ويسدل عام 2019 ستائره على أحداث ما زال في رحم كواليسها الكثير. ومعنا من الجزائر الكاتب الصحفي محمد مسلم. سيد مسلم، إذن الجمعة 45 للحراك، الثانية بعد تولي الرئيس تبون مهامه الدستورية، الأولى بعد وفاة الفريق الجايد صالح رحمه الله، ومع ذلك يتجاهل المتظاهرون هذه المتغيرات ويواصلون مظاهراتهم وكأن شيئا لم يتغير، لماذا؟ طبعا كان هذا منتظرا، لأن هناك أطراف داخل الحراك تريد تأجيج الوضع. هناك الكثير من المطالب التي رفعها الحراك منذ بدايته في 22 فبراير من السنة الجارية، تحققت الباءات كما كان يقولون، سقطوا جميعهم، وحتى نائب وزير الدفاع الوطني الفريق حمد كايد صالح المرحوم توفي، كان الذي كان يعتبر رمزا للحكم العسكري في نظري المحتجين. لكن مع ذلك هؤلاء المحتجون لا زالوا في الشوارع، هم يطالبون الآن برفض أمر واقع، وهو الرئيس الجديد. أعتقد أن القطار قد انطلق والرئيس قد انتخب، وما على من يريدون الاستمرار في الحراك إلا التعامل بواقعية مع الأمر الواقع. هناك رئيس منتخب وقد مد يده للحوار، فعلى من يريد الوصول إلى بالأزمة إلى نهايتها أن يجلس إلى طاولة الحوار ويناقش مع الرئيس الجديد المشاكل التي تعاني منها البلاد وحتى مطالبهم. ولكن كيف يمكن فعلا تفعيل دعوات الرئيس تبون إلى الحوار الآن؟ طبعا الرئيس تبون وضع خارطة الطريق على رأسها الحوار مع كل أطراف الأزمة. هناك الكثير من أطراف سياسية وافقت على هذا المطلب، وهناك بعض الحساسيات داخل الحراك كذلك أبدت تجاوبها مع هذا المطلب. هناك أطراف متطرفة داخل الحراك هي التي ترفض،
وهي التي تشحن الشارع. إذن أعتقد أن الحراك مع مرور الأيام بدأ يفقد بريقه، خاصة بعد وفاة النائب وزير الدفاع الوطني والتعاطف الذي لقيه خلال الجنازة، وقد لاحظ ذلك الجميع. لذلك يمكن القول إن الحراك سيستمر، لكن وهجه سينخفض من جمعة إلى أخرى. طيب لماذا مثلا سيد مسلم لا تبادر السلطة الآن بخطوة يعني يمكن أن تكون مهمة بالنسبة للحراك، وهي خطوة في الحقيقة في حواري مع الكثير من المحللين الجزائريين يعتبرونها مسألة شديدة الأهمية بالنسبة للمتظاهرين، وهي ربما اعتقال أو ربما عفوا إطلاق سراح المعتقلين الجزائريين، هل يمكن ذلك أن تكون الخطوة الأولى للوصول إلى منتصف الطريق ما بينهم وبين المتظاهرين؟ نعم، هذا مطلب مشروع في نظر الكثير، لكنه يصطدم بواقع وهو الفصل بين السلطات. عندما يقول أو عندما يطالب المحتجون بضرورة الفصل بين السلطات، فالعدالة لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يأمر العدالة بإطلاق سراح هؤلاء المسجونون. هؤلاء الآن تحت طاولة القانون، ومن يطلق سراحهم هم القضاة. بالتالي فمن إن كان هذا المطلب يعني مشروعا من الناحية السياسية، فهو يجد عراقيل قانونية أمامه. نحن أمام الفصل، مبدأ الفصل بين السلطات، وليس من الطبيعي أن يأمر رئيس سلطة تنفيذية أن يأمر رئيس سلطة أن يأمر سلطة قضائية بتنفيذ أوامره. طب نعنه بذلك يعني أمام دائرة مفرغة، كيف يمكن أن تخرج الجزائر حاليا من هذا الوضع؟ طبعا اعتقد ان هؤلاء يعني المعتقلون، هناك من اطلق سراحهم بعد ان انتهت فتره محكوميتهم، واعتقد كذلك ان هناك اسماء اخرى محكوم عليها لكن في مده بمده قصيره، واعتقد ان هؤلاء ايضا سيطلق سراحهم. اما الاسماء التي اتهمت او التي توجد تحت طائله ربما اتهامات احكامها قد تكون ثقيله، فلا اعتقد ان ذلك سيطلق سراحهم. لكن هناك بوادر من طرف بعض رموز الحراك او بعض الحساسيات داخل الحراك، قد لبس دعوه الرئيس من اجل الحوار. واعتقد ان التطورات التي تعيشها البلاد والتي بدات كما معلوم بوفاه نائب وزير الدفاع الوطني، ثم التطورات التي تشهدها الازمه الليبيه، هو الذي اجل انطلاق عمليه الحوار وفق ما كان مقدرا سلفا. محمد مسلم الكاتب الصحفي من الجزائر، شكرا جزيلا لك.